صار حيدر يفتح النار على السيد عدنان درجال والهيئة التطبيعية بتفاصيل عديدة. شرار حيدر لا يزال برأيه أن ما يحدث الآن في كرة القدم هو خارج سياقات المنطق، هو غير مقنع، هو عبارة عن تخبطات والكثير من الحديث اليوم. خلونا نشوف هذا اللقاء المهم مع السيد شرار حيدر. بداية بدك تحدث لي عن قرارات وعمل اتحاد الكرة الجديد. أنا الحقيقة ما عندي فيسبوك. نعم. فما أعرف شنو قراراتهم، لأن الظاهر قراراتهم كلها تنشر بس بالفيسبوك. يعني بالبداية. يعني وماكو عمل لحد الآن يعني. تشوف ماكو عمل من جانبهم؟ إطلاقاً، لأن يعني بس فقط تسريبات على التواصل الاجتماعي، واليوم طلعوا فلان وطلعوا هذا اللاعب وبعده هذا اللاعب، بس هو يعني لحد الآن ماكو شيء. كابتن، هل استغربت من علمت ان يونس محمود هو من ابعد الكابتن باسل جورجيس؟ ما يتصرف وحده يونس محمود، حتى لا نظلم يونس. يعني تاثيرات على الكابتن لا يونس لا محمود؟ لازم اتفاقه يا رئيس الاتحاد عدنان. يعني عدنان اكيد قال له انت مشرف على المنتخب الوطني، لازم تقدم طلب. شو تريد تغير غير. المفروض يعني هو هذا الكابتن عدنان درجال اخذ يونس محمود وسيله؟ هو المشرف على المنتخب، فمن يونس قدم الطلب لازم عدنان درجال يدري بيه قبل الاجتماع، مستحيل ما يدري يعني. لهذا هو صار شبه اتفاق بالاجتماع يعني. الاغلبيه صوتت يمكن بس كابتن غانم عربي هو اللي دافع عن باسل. وبعدين هو باسل جورجيس شنو يعني؟ ليش هو مدير اداري يعني؟ هو يحجز بطاقات ويحجز فنادق ويتابع الامور الاداريه يعني، يبلغ اللاعبين. اذا كان المدير الاداري سبب هاي النتائج السيئه والمستوى الباقي يعني شنو؟ كرة لازم ندور كبش فداء يعني. كابتن، كرة القدم الجديدة تشوف انه الفيسبوك هو اللي يتحكم بالمنتخب وبجلب وطرد بعض اعضاء؟ لا ما اعرف، انا لان ما عندي فيسبوك، بس الظاهر انه حتى العده جروب على الواتساب هم لازم ياخذ مكاسب، لازم يكسبوه يعني المسؤولين الجدد. كابتن، بسألك عن ازدواجية المناصب لاعضاء اتحاد كرة القدم الجديد، نشوفها ما طبقت 100%. ما هاي يلام بها عدنان درجال طبعا، لان هو اكثر، هو وزير، وهو وزير دوله يطبق قوانين الدوله، وهو اكثر واحد نادى بهاي ازدواجيه المناصب، وهو اللي فرضها في وزاره الشباب، هي اللي فرضتها في قانون الاتحادات وراد تفرضها في قانون الانديه. بس انا حتى الناس اللي كانوا يعارضون حتى يتاكدون، اليوم هو رئيس اتحاد ووزير شباب وعده الأغلبية أعضاء اتحاده هم مدى يقبلون أصلا يطبقون هاي الفقرة. فأنا أترك الحكم للجمهور والإعلام. كابتن. كابتن، أرد أسألك عن لحد الآن أكو أزمة نقل لمباريات الدوري، شلون نشوفها من رأيك؟ والله أشوفها لازم يوضحون التطبيعية والسيد عدنان درجال الوزير، لأن من وقعه العقد قلبوا الدنيا بالتواصل الاجتماعي، النقل حديث وراح زمن النقل الغير جيد، مو كنا صدعنا يعني حد الان جماهير تنتظر نقل مباريات وما. وليس احنا كأندية ما نعرف شنو حقوقنا حتى ما نعرف شنو حقوقنا يعني من النقل والأندية. سان ما احكي بالأندية، ما لي علاقة، بس اقول لك نادي الكرخ يعني ما نعرف شنو حقوقنا، شنو احنا مثلا ينقلون مبارياتنا ما نعرف شنو حقوقنا، شنو التفاصيل العقد ما حد يدري. فايضا يلامون اثنينهم. من اللي يلام بالضبط؟ يلام رئيس الاتحاد الان عدنان درجال، كان وزير شباب، ويلامون تطبيعيه، هم اللي وقعوا 3 سنين اعلى اطول من مدتهم. يعني كل شيء كان يصير، كل قرارات تطبيعيه تصير باتفاق مع وزير الشباب. هاي كل وسط الرياضي يعرفها. كابتن، ارد اسالك انه قرارات خليه الازمه قرروا دخول 30% من الجمهور، هذا موضوع ايجابي لو سلبي تشوفه؟ والله انا اتمنى يدخل الجمهور كله، يعني ليش على 30 مثلا؟ ليش ما يدخل الجمهور كله؟ يعني تخوفون من كورونا؟ وكورونا موجودة في كل العالم. نعم. وما راح تنتهي بين يوم وليلة، وبعدين احنا بالزيارات الدينية، زيارة الأربعينية بالملايين يعني، ما حد قدر يمنع الناس من التقارب. وروح لأي مناطق شعبية الآن تلقي بالآلاف في الأسواق وفي المقاهي وفي فقط في ملاعب كرة القدم الكورونا يعني.